أنا أكتب لكم بعض التعبيرات التي استخدمت فيها المصادر، وهي تعبيرات جيدة جميلة. تهافت الطلاب على الكتاب تهافت الفراش على النور. تهافت الطلاب على الكتاب تهافت الفراش على النور. ليس هذا فراش بل الفراش، الفراش الجنابي التي تحوم حول المصباح. فأنت نعم الفراش المبثوث، الفراش المبثوث التي تنبث بكثرة، إذا أشعلت النور يتجمع حوله الجنادب. نعم فهمت. مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش وهذه الجنادب تقع على النار. جنادب نعم. الحشرات الصغيرة نعم نعم، الطائرة، فإنها تتساقط على النور بكثرة، لذلك يقال ويستخدم هذا التعبير إذا رغب الإنسان على شيء وحرص عليه بشدة، ويقال تهافت الطلاب على الكتاب تهافت الفراش على النور. پروانا وار اس پر ٹوٹ پڑے، طلبہ اس کتاب پر پروانا وار ٹوٹ پڑے، پروانے جیسے شمع پر گرتے ہیں ایسے ہی وہ اس کتاب پر گر پڑے. تحافت معنی تساقط، تحافت حفت حفت ای سقط، تحافت ای تساقط. لازم التلميذ الأستاذ ملازمة الظل لصاحبه، والجامع المشترك بين هذه التعبيرات أن المصادر استعملت لبيان الهيئة، وهي موضع الحسن والجمال في هذه التعبيرات. ملازمة الظل لصاحبه، فالجمال يكمن في هذا الموضع ملازمة، وهنا تهافت الفراش على نور. إنما جاء الحسن في هذا التعبير من قبل أن المصادر استعملت كالمثل، شبه الشيء بشيء آخر. ملازمة الظل لصاحبه يعني
صحب الطالب أستاذه صحبة طويلة مستمرة دائمة كما أن الظل لا يفارق صاحبه، كذلك هذا الطالب لا يفارق أستاذه. سائے کی طریقے سے ان کے ساتھ لگ گیا، سائے کی طرح سے طالب علم اپنے استاذ کے ساتھ لگ گیا. ملازمت الظل لے صاحبی ہی لازمہ معنی ہو لزمہ ہو صاحبہ ہو اس کے ساتھ لگ گیا، ان کو پکڑ لیا. لحق به والتحق به وجرى وراءه تبعه. نعم. أحاطت المشاكل بالرجل إحاطة السوار بالمعصم. أحاطت المشاكل بالرجل إحاطة السوار بالمعصم. السوار ما يلبسه الرجل في ساعده وفي معصمه، نعم، في يده هذا المعصم، نعم. فالسوار سوارين، نعم نعم، حلقة في اليد، حلقة في اليد تحيط هذه الحلقة باليد من كل جانب، من كل جانب، نعم. فكما أن السوار يحيط بالمعصم من كل جانب، كذلك أحاطت المصائب والمشاكل بفلان، يعني أحدقت به من كل جانب، أحاطت به وأحدقت به من كل جانب. فهمت؟ يعني هو في دوامة المشاكل، صار فلان في لجة المشاكل، لا يستطيع الانفكاك منها، لا يستطيع الخروج منها. نعم. أحاط الطلاب بالأستاذ إحاطة الهالة بالهلال. الهالة الدائرة التي تكون حول القمر، نعم، الدائرة من النور ومن الضياء. فكما أن دائرة من النور تكون حول الهلال، كذلك صار الطلاب حول الأستاذ من كل جانب. جیسا چاند کو ہالا گھیرتا ہے، ایسے ہی طالبہ نے کس کو گھیر لیا؟ استاذ کو گھیر لیا. فهمت؟ والجامع بين هذه التعبيرات كلها استعمال المصدر كتشبيه، وهنا يكمن الحسن والجمال في هذه الجملة. نعم.
تسرع المصائب إلى الصالح التقي إسراع السيل إلى الوادي. الوادي المكان المنخفض، المكان المنخفض، كما أن ماء السيل يذهب بسرعة إلى الوادي وإلى الحدوب إلى الصبوب، كذلك انحدرت المصائب إلى الرجل المؤمن الصالح. فهمت؟ جیسے پانی سیلاب کا پانی نشیب میں تیزی سے جاتا ہے، ایسی مصیبتیں نیک کی طرح تیزی سے لپکتی. فہم تھا تسرع المصائب الى الصالح التقي اسراع السیل الى الوادی. سیل سیل یعنی ماء السیل، ماء المطر، كما يذهب من مكان عال إلى مكان منخفض، كذلك المصائب تأتي إلى المؤمن بسرعة جدا. فهمت؟ نعم. فهذه التعبيرات علقت بذاكرتي وبنفسي، لأنني كنت أقف عليها أثناء مطالعتي في المجلات والجرائد والكتب الأدبية أو العلمية أو المقالات. فهمت؟ فكذلك يمكنكم أن تختاروا مثل هذه التعبيرات. غدا ماذا نفعل؟ غدا يوم الخميس، ولكن في يوم السبت النقاش حول أي موضوع؟